أعتقد I think I believe that أنا أعتقد Israel أن probably is إسرائيل feeling increasingly من isolated المحتمل أنها تشعر وبشكل متزايد بالانعزال بسبب قرار السعودية بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران. وأعتقد أن إسرائيل ربما تشعر بتهديد حقيقي. بالتأكيد كان الإيرانيون دائما يقولون أن إسرائيل ستكون هدف، والمواقع النووية الإسرائيلية ستكون هدف، وأنا تم القول لي أن هناك الكثير من هذه المواد النووية في المخازن، فالأمور على المحك وتتزايد بسرعة كبيرة جدا هنا. هذه الحوادث ربما حتى لا يركز عليها العالم حاليا، وهذا هو ما يقلقنا. جميعنا نركز على أوكرانيا ولا نركز على هذا الوضع الذي هو كالضرب تحت الحزام، دراما أخرى تحدث وقد تفتح الأبواب على أزمة أخرى كبيرة جدا، بالإضافة إلى الوضع الأوكراني والحرب الأوكرانية. لهذا السبب فإن هذا الصيف سيكون مكثفا، وكذلك أنها تحدث، هذه الأمور تحدث في وقت ربما لا تكون لها علاقة مباشرة تماما، ولكن في وقت تكون فيه الولايات المتحدة نفسها تمر بمشاكل حقيقية داخلية. لذلك فإن الحدود الجنوبية، حيث أن الحدود الجنوبية الأمريكية نستطيع أن نقول أنها تجتاح ولا يمكن إيقاف ذلك، وهذا يجعلنا نطرح سؤالا: كيف ستكون وجهة نظر الأمريكيون حول ما الذي يحدث في الشرق الأوسط بينما حدودهم الجنوبية تتعرض للخطر؟ فهناك الكثير من الأمور التي تحدث، وعندما لا يكون هناك أحد مسؤولا، وعندما تكون هناك قيادة غير فاعلة في الولايات المتحدة، وفجأة تكون هناك فوضى تحدث في بعض المناطق التي كانت الولايات المتحدة تعتبرها قوية جدا، ولكنها تخسر تأثيرها الكبير في هذه المناطق. فنحن نرى الكثير من الأمور الديناميكية التي تتغير، وهذه الأمور ليست غير مترابطة، أي أنها مترابطة، وهذا هو الأمر المخيف أو الغريب.